المعرفة أنا وبندر رحمه الله كنت بالكويت، وفي قهاوي فيه انشيش وفيه شاهي ويلعبون فيه ورقة، واللي يفوز عليه يدفع الشيشة والبراد. ويوم جيت أمر على هالعالم بعضهم، وتني عرفت الربع ذا ولأنه تنهم من جهاتنا، تنهم اللي حتى هالسعودية، واجلس عندهم. يوم انهم لعبوا مرقه جا الساعه 10 وهم يسرون وانا اسري، واروح المسجد اللي ارقد فيه. ويوم جا الليله الثانيه واجي ادورهم والقاهم بعد، واجلس عندهم. المهم ثالث ليله يوم مشيت فيه رجل ما غير يعاين بي، واليوم اني طلعت يمه صد وقام يلعب ورقه. يوم انهم ساروا ومسريت لي والله لاحظ الرجل، يا ولد تعال تعال تعال. قلت وش تبي؟ انا خفت والله منه وانا زفناه. قلت وش تبي؟ قال انت وش عندك؟ قلت انا ادور عمل. قال ادور عمل؟ قلت ايه. قال تعرف تسوق؟ قلت والله لك عليها سواقة، لك عليها. قال تعال اركب اركب. والله وانا اركب معه لين جينا لنا عشتن عندها 5 سيارات كلنا مقطب بحمله. لي والله واحد نكرخ له سيجاره ابو بش جالس، وحنا نجي وحنا نسلم عليه. يوم سلمنا عليه قال يا بندر، انا ما اعرف بندر. يا بندر؟ قال نعم. قال هذا سلطان، ترى سألني وعلمته، هذا سلطان النحاوي ومعرفتلنا ورفيزلنا وحبيبنا وهلا نعرفهم من سنين. ألا جديته أول مرة أشوفه، ونبيك تأخذه معك. يتفود قال يغليب، حنا نهرب، أنا معرف التهريب. خوي همزني قلت أيوه. قالوا ترى أنا نورما خوي همزني. قلت أيوه. المهم خلصت الاسئله كلها. قال ترى مركبك فوق عند الحمله ويمكن ترمى وتذبح خوي. قلت ما هو مشكله. المهم قال خلاص بالرد اعطيك 150 بالرد انسلمنا، وانه خذت وانه خذنا تاخذ انت معي. قلت خلاص تراك معاوني. قلت معاوني سارة رفيزي من عندنا بس، وكلنا الله يسلمك يحذى له الرمل ويحطن عائلاته ببعضهن ويتوسدهن ويتوسد يده عليه. والله يوم ما تهف القمر الله اعلم انه حول الساعة 3 الفجر يقومني وحنا نركب ظهر الفرت وهو يغرب فينا. يوم قبلنا على الحدود يا والله يوم لحلنا تقل اصطاب سياره ويوزف. قال شفت شين؟ قلت والله شفت لما تبريت، ما نعرف تبريت شخاط، اما شخاط ولا والله يوزف ويطفي الموتر. يا والله اشتغال السياره. قال تسمع شين؟ قلت اسمع اشتغال سياره. قال تجود. قلت تجود تجود وهو يشلع. الله يتفيك، انا ما ادري وين رحنا. ثار علينا الطلقات، اسمع صفق الطلقات بس ما جانا شيء. سلمنا وروحنا، وصلنا اغراضنا اللي معنا الرفيزنا بالقصيم، وعودنا انا السواق يوم عودنا انا سواقت لك على اليوم جاي 80 ولا فلخ قطعت امس في شلت اللي بوجه، وناخذ 3 ردود وحصل منها 450 3 ردود كل رد على 150. المهم اخرتها ان حصلت لي سيارة وعرفت السواق الزينة وصرت مهرب مع بندر بن سلول.